هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من 1,232,000 شخص، فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم 1,215,000 شخص، هذا وتلقى الجرعة المنشطة من التطعيم 970,805 أشخاص.